شكرا جزيلا. بالختام أشكر ضيوفي وعندي كلمة كلامي لبعض السياسيين: الانتخابات قادمة وأبناء الشعب قلبهم ملا هموم منكم من بعضكم، وقبل لا تخطون أي خطوة لخدمة أنفسكم وأحزابكم قوموا بهذه الأشياء، بلكي تكون حظوظكم بالانتخابات عالية وما زالت الفرصة أمامكم. أولا، عيدوا البلد إلى مستواه المتقدم اللي كانت اليونيسيف الصنف الأول بالشرق الأوسط بالتعليم والصحة. عيدوا جامعات البلد اللي كانت مليانة بالطلبة، الطلبة العرب اللي كان أعظم أحلامهم وأمنياتهم هو الحصول على الشهادات من جامعة العراق. عيدوا الكليات العسكرية، مصنع القادة والأبطال اللي قدمت أفضل ضباط للجيوش العربية وبعضهم والله أصبح زعيم لدولته. عيدوا صناعة البلد مثل قبل، على الأقل تسد احتياجات بيوتنا مثل ما كانت صناعتنا داخل كل بيت. وإذا بقينا نستورد التمر وإحنا أهل النخيل ونستورد مشتقات النفط وإحنا أهل النفط، ما بقى أي شيء نستهلكه بحياتنا إذا مو أجنبي. الانتخابات جاية، صححوا الوضع وانقذوا ما يمكن أنقاذه، لأن الناس تعبت وحتى جماعتكم يمكن بعدين يخذلوكم، لأن الناس فقدت الثقة ببعض الطبقة السياسية. انتبهوا زين لا بعدين تحصدون بس الندم، والندم ما يفيد بعد فوات الأوان. تصبحون على وطن آمن. في أمان الله.